لقاء جد هام مع السيدة المديرة العامة ديال الصندوق الإفمي. هذه كانت مناسبة أولا باش نقدموا البرامج اللي هي يعني الحمد لله كيتبعها صاحب جلالة والاستراتيجيات الكبرى ديال الدولة، اللي حقيقة الإفمي كيقدم الدعم ديالو كلها لهذه الاستراتيجيات ديال صاحب جلالة. وكانت مناسبة أولا نتكلموا على الإصلاحات الكبرى اللي كنقوموا بها، لا في ميدان الصحة ولا في ميدان التعليم ولا التعليم العالي ولا فيما يخص يعني الاستثمار، وحتى يعني التوازنات الكبرى الماكرو الاقتصادية، يعني كيفاش بلادنا واخدة هذا الطريق ديالها. والحمد لله أنه يعني تجاوب جد إيجابي مع صندوق النقد الدولي. وكذلك كانت مناسبة باش نتكلموا على يعني الاجتماع الكبير اللي غادي تقوم به صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في شهر أكتوبر، اللي غادي يجيو ليه الآلاف ديال يعني المؤثرين في يعني في العالم في الاقتصاد وفي المسائل الاجتماعية وهذا، وبأنه التنظيم غادي في أحسن الظروف، وغادي تكون مناسبة باش يعني ان شاء الله يكون العرض ديال المغرب جيد. وهذه يعني مناسبه افريقيه ماشي فقط مغربيه، اللي غادي تمكن انه تبين واحد العدد ديال الافاق ديال التعاون بين صندوق النقد الدولي وكذلك البنك العالمي مع جميع الدول وجميع النشطاء اللي كاينين في هذا الميدان. وشكرا لكم.